مخابرات. مرحب بالنجم والفنان والاعلامي اكرم حسني معانا في بابارازي. مبدئيا كده بنقول لك مليون مبروك على الفيلم. كلمني عن الفيلم بشكل عام ونجاحه وحققه لك ايه على المستوى الشخصي. اولا الله يبارك فيك وميرسي لبابارازي جدا على متابعتكم لينا واهتمامكم. الفيلم انا اول تجربه ليا في السينما وبعتبرها تجربه مهمه استفدت منها كتير، لان انا اشتغلت مع ناس في المقام الاول بحبهم على المستوى الشخصي وفي المقام الثاني بحبهم على المستوى الفني، سواء كان معتز التوني، احمد فهمي، بيومي فؤاد، احمد فتحي، حمدي المرغني، ويزو، ندى موسى، ويا رب ما كنتش نسيت اسماء، وعلى راس الناس كلها احمد بدوي مدير عام نيو سنشري الشركه المنتجه، اللي انا فخور الحقيقه ان انا اول يعني تعامل ليا في السينما يكون من انتاج الشركه دي. شركه ليها تاريخ كبير جدا وما بتبخلش على العمل الفني باي حاجه. سعيد بتجربه جدا الحقيقه. كبدايتك وتوجيهك لدولار او نيو سنشري ده كان مقصود منك؟ الحقيقة أنا كان في عروض من شركات كتيرة جدا، وأنا دايما بتلمس كده في مشواري إن أنا أتعامل مع الحاجات المضمونة، يعني الحاجات المتجربة والحاجات ليها اسم. نيو سنشري يعني شركة بتنتج من أكتر من 60 سنة، فمش هتلاقي أكتر من كده ناس فاهمة في الإنتاج. يعني أكرم حسني صاحب كاركتر معروف في الوسط أو في مصر، يعني الكاركتر ده هو دفعك إن أنت تدخل السينما، ولا أنت أصلا كان قلت ما أدخل حاجة أعرفها الاول او الاذاعه او التقديم وبعد كده اشوف موضوع السينما؟ هو الكاركتر بتاعت ابو حفيظه سهلت لي طبعا دخول المجال السينمائي، لان انا من خلال الشخصيه بمثل ومن خلال البرنامج بطلع بره الشخصيه وامثل، فكان دايما التساؤل طب انا ليه ما امثلش بقى بره ده؟ فهيك كنا مستنين الفرصه لحد ما ربنا بعت لنا فرصه لطيفه، والحمد لله يعني انا راضي جدا بالنتائج بتاعتي. بعض اصحاب الكاركترات فشلوا في تقديمهم وفي دخولهم للسينما، حتى اللي موجودين في السينما فشلوا برضو لما زودوا عن الكاركتر زي الليمبي بدون ذكر الاسماء مش عايز اقول، بس انت نجحت في اول حاجه ومحققين فوق ال 11 مليون ايرادات لغايه دلوقتي في اسبوعين، يعني ده كان بيمثل لك ايه وانت شايف تحقيق الايرادات ده عامل ازاي؟ طيب انا هبدا من الاخر، يعني فكره الايرادات بشكر ربنا طبعا يعني شكر كبير على ان احنا محققين ايراد ده، ان احنا رقم 2 بعد الاستاذ احمد حلمي. بس انا بشوف برضو ان لعبه الايرادات على قد ما انا مبسوط بيها هي يعني ما بتعنيش الممثل، او الممثل مش مسؤول قوي عن فكره متابعه الايراد او هو جاب كام، لان في نغمه سائده كده في السوق دلوقتي مين جاب اعلى من مين. يعني انا كممثل دوري بينتهي عند اخر مشهد صورته، وده اللي احاسب عليه، انا اجتهدت ازاي، اشتغلت على الدور ازاي، قدمت الدور بشكل مختلف ولا لا. لكن الايرادات دي حاجه اولا رزق، زي بالظبط لو لقيت محلين فاتحين جنب بعض والاثنين بيبيعوا نفس المنتج واحد شغال واحد لا، يعني هو ربنا كاتب لده رزق. ده يمكن اجتهد اكتر شويه، يعني ده يمكن ساعه اكتر شويه. فعلشان بس الناس تقعد تشغل نفسها بالايرادات ومين عمل ايه، احنا بنعمل عمل يبسطنا في الاول وفي الاخر، عمل نحس ان احنا واحنا شغالينه بنعمل حاجه حلوه ومبسوطين بيها، وعمل يبسط الناس بس. صداقتك باحمد فهمي خلتك تدفعك ان انت تنصحه نصيحه بخصوص انفصاله عن يعني عن الثلاثي بشكل عام؟ انا طول الوقت بقول لفهمي ارجوك وارجعوا، لان انا قبل ما اكون بشارك فهمي في فيلمه انا واحد من جمهورهم، يعني انا بحب اتفرج على افلامهم، ما فوتش فيلم يعني من اول سمير وشهير وبهير لحد بنات العم، الحرب العالميه الثالثه، من اول ورقه شفره اول ما بداوا، يعني انا متابعهم بشكل كبير لان هم بيفكروا دايما بشكل بره الصندوق. يعني لحد اللحظه دي اتمنى ان يكون في رجوع، ولو ما فيش ربنا يوفق كل واحد على قد تعبه وعلى قد سعيه واجتهاده. شفت حمله فريزر؟ للاسف الشديد انا ما عرفتش اتابع اي افلام، لان انت عارف العيد وكلنا سافرنا وكده، لكن اليومين اللي جايين هبدا اشوف. اخر سؤال، كلمنا عن اسعد الله مساءكم والسيزون الجديد. احنا شغالين دلوقتي بنكتب الموسم الرابع من اسعد الله مساءكم، ومتوقع ان شاء الله ان هو على شهر يناير يكون موجود على شاشه ام بي سي مصر.
يعني بنجتهد جدا ان احنا نقدم برضو حاجه مختلفه عن السائد وعن اللي قدمناه قبل كده. هل في مشروع سينمائي جديد بعد النجاح العائق؟ الحمد لله وقعت فيلم مع شركه الاستاذ طارق العريان، فيلم اسمه بنك الحظ من اخراج المبدع احمد الجندي، وبطوله جماعيه بتجمع محمد ممدوح تايسون ومحمد ثروت وانا. تصويره امتى؟ اول اكتوبر ان شاء الله داخلين نصور. كوميدي؟ لا كوميدي، لا لا لا، عاملين يعني حاجه كوميدي فيها اكشن، بس هو الطابع الاغلب يعني هو الكوميدي. انا اللي بشكرك يا حسين، شكرا. قدرت اقوى موقع فني في مصر.